المان يونايتد خلال يمكن الثمان او تسع جولات الاخيره بيحقق نتيجه رائعه، اداء اكتر من رائع، وكانه تنهاج المدير الفني الهولندي يعني ما صدق ان رونالدو انتقل للنصر السعودي، وبدا الفريق وكانه يعني بيعود للماضي وبيعود للاداء الجيد والنتائج المبهره. وتواجده دلوقتي يمكن كان في بعض الاوقات في المركز الثامن والتاسع، لكن دلوقتي في المركز الرابع بنتائج اكثر من رائعه. مانشستر يونايتد تحول من اخر الدوري بعد اول مباراتين وفقدانه 6 نقاط الى ثالث الدوري دلوقتي. الفرق بينه وبين السيتي بعد كل القصه دي كلها نقطه واحده بس، والفرق بقى بينه وبين ارسنال 9 نقاط. انتصار لتين هاج، لمنظومه تين هاج التنظيميه والتأديبيه، وان مفيش في الدنيا لعيب اكبر من كيان. كلنا عارفين يعني قوه كريستيانو رونالدو جماهيريا وارقاما وتسويقيا والكلام ده كله يا كابتن هاني، ولكن في الاول وفي الاخر ناخد من تصريحات الراجل اللي بيتكلم بيقول ان المنظومه هي اللي كسبت. اللعيبه النهارده بتلعب للفريق مش بتلعب لنفسها، والكلام ده يعود على اكيد على كريستيانو رونالدو، على بوجبا مثلا ما كان موجود السنه اللي فاتت. بقى لنا فتره بنشوف مانشستر يونايتد اخر 3 أو 4 مباريات يا كابتن هاني في روح كبيره جدا جدا اللي كان بتبقى. مفيش حد كان انا مشجع لمانشستر يونايتد وانا صغير، مفيش حد كان بيخش اولد ترافورد ده والمباراه بيطلع منها بسهوله خالص. مانشستر يونايتد كان نادرا ما يتغلب في الاولد ترافورد. الاولد ترافورد مباراه مانشستر سيتي بالرغم من ان مانشستر يونايتد دخل فيه هدف الاول، ولكن قدر يعوض قدام فريق قوي جدا، قدر يوقف هالاند. منظومه تين هاج يا كابتن هاني زي ما بقول لك تتفوق بشكل كبير جدا، لان هو راجل من ايام اياكس بيتكلموا ان هو منظم جدا، صارم جدا جدا في اوضه اللبس، حاطط سيستم وحاطط طريقه معينه يلعب بيها، كومباكت بطريقه محترمه جدا جدا، تضييق المساحات، وده اللي شفناه ان هو ما كانش بيدي اي مساحات. وكمان النقطه اللي اتكلمت عليها ان يعني من فتره ما شفناش الكومباك بتاع المان يونايتد وامام فريق كبير زي السيتي، وان هو يعني رجع في خلال 4 5 دقائق وعمل ريمونتادا اكتر من رائعه. ومين الفريق الوحيد اللي كسب ارسنال يا كابتن هاني؟ الفريق الوحيد اللي كسب ارسنال في كل الدوري هو مانشستر يونايتد. ده النقطه المهمه اللي اتكلمت عليها، مهما كان وصل حجم اللاعب ونجوميه اللاعب، هو في الاخر لاعب مهما كان. يعني بنتكلم لو حتى طبعًا كريستيانو رونالدو، بنتكلم على ميسي، بنتكلم على نيمار وامبابي في باريس سان جيرمان، ولكن يعتبر دوت انتصار لمعركه كبيره جدا كانت ما بين تين هاج وكريستيانو رونالدو، هتنعكس بالايجاب على مشوار اليونايتد. وهل انت شايف ان اليونايتد قادر على الوصول حتى للتنافس مع الارسنال في خلال الجولات الجايه والحصول على البريمير ليج؟ عاوز اقول لك يا كابتن هاني، انا شايف ان مانشستر يونايتد بعد مباراه ارسنال الجايه لو قدر يكسب الارسنال، انا اقول لك ان الدوري الانجليزي هيبقى بين الثلاث فرق دول، مانشستر يونايتد وارسنال ومانشستر سيتي، بالرغم من الناس كتيرة اصلا كانت مستبعده مانشستر يونايتد زي ما قلت لك كابتن من اول السيزون، ولكن بقى في سيستم وبقى في قوه كبيره جدا لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بقى متميز في طريقه التحولات، ترانزيشنز بتتعمل يعني زي ما الكتاب بيقول. راشفورد بصراحه عامل بالظبط يعني راشفورد لعيب طول عمره مودي وطول عمره بمزاج، بس انت السنه دي يا كابتن عنده كونسستنسي، عنده استمراريه رائعه. صحيح. لان راشفورد كان على طول مشكلته ان هو يلعب ماتشين ثلاثه ويا يتصاب يا يطرد يا يعمل مشكله، انما دلوقتي راشفورد انا شايف ان هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي دلوقتي كبرفورمانس الفتره اللي فاتت دي كلها، ومتميز جدا في التحولات، زائد ان انت عندك 2 بتوع نص الملعب رائعين، اريكسن وبرونو فرنانديز، 2 كوي، فالاثنين بيسهلوا على بعض الدنيا. فريد المكنه اللي ما بالظبط يعني وهو بقى عمل توليفه جديده خالص، دخل معاهم فريد وكازيميرو. كازيميرو المكسب كبير طبعا، من اكبر الاسباب في تحول واستفاقه مانشستر يونايتد كازيميرو، ارقامه مرعبه مع مانشستر يونايتد يا كابتن هاني. كنا بنشوف كازيميرو في ريال مدريد وهو قطع للكرات فقط، مدمر لاي هجمات ومفسد لاي هجمات للفريق اللي بيلعب ريال مدريد، ولكن مع مانشستر يونايتد الراجل تحاول حتى كمان باسير كويس جدا، عامل فيها بلاي ميكر وبيعمل اسيست وبيخش ال 18 وبيشوط يا كابتن هاني. وبعدين روحه وقلبه، وهو ده اللي انا بقول لك عليه كان مفتقد مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد يجيب جون لو بيجيب كاميرا كده عكسيه لكازيميرو لوحده عمال يخبط كده على التيشيرت ومبسوط جدا، وهو ده اللي مانشستر يونايتد كان مفتقده. وكازيميرو هي افضل صفقه لمانشستر يونايتد بصراحه، وهو كان سبب من اسباب يا كابتن هاني. انا لما باجي اعمل الترانزيشنز خلاص انا عارف كويس قوي ان لو الكره اتقطعت مني انا عندي كازيميرو في نص الملعب عامل سكريننج هيقدر يغطي لي ورا اي حد زايد في ظهر الباك ده او ظهر الباك ده. فكازيميرو واحد من افضل طبعا الصفقات طالما انت اتكلمت